everyone. السلام عليكم. نستكمل مراجعتنا شباب للسكند تيرم. كنا حلينا يونت 7 المره اللي فاتت, النهارده نشتغل يونت 8. يلا شباب نبدا من عند سيد كده. ذا تحيا مصر بريدج. يس, ذا تحيا مصر بريدج جوز اوفر ذا نايل ان كايرو. كوبري تحيا مصر بيمر من فوق النيل في القاهره. ذا كايرو تاور از 187 متر. يس هاي ارتفاعه. محمد امير, 100 مليون بيبل ليف ان ايجيبت اباوت. يس حوالي 100 مليون. ذا جريت بيراميد از مين؟ عمر. يلا عمر. ذا جريت بيراميد لتر بي انشنت بيلدينج. انشنت بيلدينج يعني مبنى قديم اثري. برازيليا از ذا capital of Brazil. مدينة برازيليا هي الكابيتال, العاصمة بتاعت برازيل. يلا رغد. The Cairo is the tallest building in Egypt. The Cairo Tower هو أطول مبنى في مصر. Asyut is not a very big. يا فجر أسف. Asyut is not a very big city. Asyut مش مدينة كبيرة. The Channel Tunnel, yes, نفق القناة goes under the sea, بيعدي من إيه؟ من البحر. Between England and France, بين إنجلترا وفرنسا. بعديها يلا سيد. We need to buy some water. This bottle is empty. هو بيقولك عايزين نشتري لأنها empty, فاضية, الإزازة فاضية. Only people and bikes can go down the road because it's very بيقول الناس بس والعربيات هم اللي بيمشوا فيه عشان هو narrow, ضيق. wide يعني واسع. We can't swim across the river here because it's very crowded. yes, مزدحم. The market is always busy at this time. Don't go now or it will be very crowded. ما تروحش دلوقتي وإلا هتلاقيه زحمة أوي. The teacher was angry because all the students were very noisy, لأنهم كانوا مزعجين جدا. Be careful, you will hit your head on the door. دماغك هتخبط في الحيطة. It's very لما دماغك تبقى تخبط في الحيطة يبقى هي ايه؟ low. yes, منخفضة. The bridge is about 25,000 meters long. الكوبري عشان بالعرض يبقى بنقيسه ايه؟ long, طويل كده أفقي. He's a tall man. He's a tall man. يعني هو ايه؟ راجل طويل. Which building is the Shanghai Tower in China or Alhambra Tower in Kuwait? دور مين؟ محمد ابراهيم. هنا اتنين مبنيين, Shanghai Tower والحمرا Tower. taller, برافو, عشان دي مقارنة بين اتنين. برافو يا علاء. Old cars are usually noisier than. yes, يعني ايه noisier than؟ يعني اكثر ازعاجا من المودرن كارز. I think the blue dress is nicer. ايوه صح, nicer than. اجمل من. يلا شباب. The whale is enormous than the dolphin. ايوه عشان صفه طويله يبقى نقول more enormous than. The museum is usually crowded on Saturdays than on Sundays. خلي بالك انا بقارن بين اتنين, بين ايام السبت وايام الحد. طالما بتقارن بين اتنين بتقول more than او less than. اوكي. A plane is than a train. A plane is faster than a train. بنقارن بين اتنين. Which is easier, English? English or math? My cousins felt after they moved to a new flat. Bravo, happier. حسوا ان هم اسعد, اكثر سعادة.
My father is the in our family. Yes. انت اخترت ايه؟ ايه؟ صح tallest. Yes. The صفة EST. Ice skating is skiing. بنقارن بين الايس سكيتنج وسكيينج. Safer than عشان دي ايه مقارنه بين اتنين. امن من. Which bridge is كذا؟ The 6th October or the Qasr al-Nil bridge. Longer. برافو. عشان مقارنه بين اتنين والصفه قصير. The Nile river is longer than. برافو. اطول من الامازون. ها. The pyramids at Giza are for tourists to visit than the red pyramids. Easier. أسهل من. بنقارن بين اثنين. Which building is more modern. Bravo. That mountain was more high than we thought. Higher. Yes. عشان دي صفة قصيرة. Cairo is more crowded than Aswan. Than. Yes. It's tall than my friend. Taller. Yes. Mount Everest is high than Mount Kilimanjaro. Mean. Say. بنقارن بين اثنين اهو. Mount Everest ومount Kilimanjaro. تبقى دي اسمها ايه؟ لما نقارن بين اثنين والصف قصيرة بتعمل ايه؟ بتحط ER. تبقى higher than, taller than, shorter than. يا جماعة انا شايف في شوية لخبطة كده في موضوع الصفات. اصحى معايا كده. بص يا حبيب قلبي, انا لما باجي اقارن انا عندي الصفة هي tall, short, big, fat, thin. دي الصفة. اوكي؟ لو هقارن بين اتنين دي كلها صفات قصيرة. هعمل ايه؟ بتحط ER than. تبقى taller than. short هتبقى ايه؟ shorter than. big وfat وthin التلاتة دول بنعمل duplication لآخر حرف. هتبقى bigger than وfatter than وthinner than. كده احنا بنعمل مقارنة بين اتنين بصفة قصيرة. اوكي؟ لو كانت الصفة اخرها y زي easy وhappy بنعمل ايه؟ بنشيل ال y ونحط I وكده. easy تبقى easier, happy تبقى happier. طيب التفضيل بقى هنا بنحط the والصفة القصيرة و est. tall تبقى the tallest الأطول. short تبقى ايه؟ the shortest. طيب دي الصفة القصيرة يا جماعة. تعال نروح للصفة الطويلة بقى. أنا لما يبقى عندي صفات طويلة زي dangerous, careful, enormous. أيوة كل دي صفات إيه؟ طويلة. طيب أنا دلوقتي عايز أعمل مقارنة بين اتنين. هتعمل إيه يا باشا؟ إحنا قلنا تروح جاي قبل الصفة, تحط قبلها more وبعدها إيه؟ than. لو هتكتر يعني هنقول أخطر من يبقى نقول more dangerous than. طب أقل خطورة من تبقى less dangerous than. طيب careful يعني حريص. عايز أقول أكثر حرصا من تبقى إيه؟ more careful than. طب اقل حرصا less careful than. ها اضخم من يبقى more enormous than. اقل ضخامة less enormous than. طب الصفة الطويلة دي لما بنعملها بقى في التفضيل بنحط ايه؟ the most وبعدين الصفة. the most dangerous يعني الاكثر خطورة. طب انا لو عايز اقللها بقى اقول the least dangerous. اوكي؟ يبقى في التفضيل نقول the most و the least. دايما يا شباب the سواء صفة طويلة او قصيرة لازم يبقى اخرها st. بص the tallest اخرها ايه؟ طالما في the يبقى في st. حتى لو طويلة هتلاقي اسمها the ايه؟ the most برضو اخرها st. طالما في the يبقى لازم في st. the least برضو اخرها ايه؟ st. يبقى اللي معاه the معاه st سواء في طويل او قصير. علي is tall but Rami is taller. Yes. بص يا حبيب عشان ما حدش يستغرب الكلمة دي لو جات له. كلمة clever
يعني شاطر ماهر. لو انا قلت ابراهيم is clever but الاء is ايه cleverer بتيجي كده بتحط لها اي ار عشان ما تستغربهاش. ها لا هي clever بتتعامل كده زي انا ما قلت لك cleverer اوكي عشان تبقى واخد بالك منها وذا cleverest. يلا باش ها the mountain is usually crowded on Saturday then يبقى صح نقول more crowded أكثر زحاما. Do you think watching films is good then؟ اخس على الشاطرين. لا better than better than يا سعادة الباش أباشوات الحاجات الشاذة باش good لما قارن بين اتنين نقول better than والتفضيل بتاعها the best bad يعني سيء طب أسوأ من worse than لازم تحفظه والأسوأ the worst يبقى good التفضيل بتاعها اسمه يا جماعة أفضل من يعني إيه better than والأفضل the best طب bad يعني سيء أسوأ من worse than طب الأسوأ the worst طيب ماشي في تاني عندنا far far يعني ايه بعيد طب ابعد ابعد من اسمها farther than ايوه والتفضيل the farthest طيب دي ساعات تيجي كده وساعات تيجي كده يقول لك ايه further than باليو further than او the furthest يبقى ممكن تبقى بالاي او باليو يلا باشا كم وصلنا فين يبقى احنا قلنا دي better than هنا elephant is bigger than هنعمل ايه نعمل duplication للجي نخليها بدبل جي bigger than the local markets are the noisy mean يلا يا راغب ذا يبقى الصفة دي هنعمل فيها ايه ايوه نشيل الواي الاول ونحط اي ماشي وبعدين نحط اي اس تي ذا نويزيست الاكثر ازعاجا هبه از تال ذان منى تالر الاء ذا بلو كار از ذا مور مودرن ذا الصفه اللي بعدها لسه قايلين لازم نحط تبقى اخرها ايه اس تي يبقى عشان دي نقول اسمها ذا ايه ذا موست تمام الصفة الطويلة يا إما تقولي the most يا إما تقولي the least ماشي فيبقى هنا نقول إيه the most ندى is oldest than هالة older عشان مقارنة بين اتنين my brother is old than my friend older برضو أسوان is hotter than سارة is the the صفة est the tallest اشرحها تاني يا جماعة الاء فيها مشكلة اشرحها تاني اكيد يا جماعة لو في اي حد حاجة غايبة عنه يقول لي انا اشرحها 100 مرة عادي يلا يا باشا the Dahya Mosque Bridge is the world's widest مين اللي عليه الدور سلاب سسبنشن بريدج الكوبري معلق تمام تحيا مصر بريدج اكبر كوبري معلق في العالم اي كان انجوي ا وندرفول مين يلا يا رغد اي كان انجوي ا وندرفول فروم ذا توب اوف ذا تاور هشوف ايه من على قمه البرج فيو منظر يو شود بي وذ اذر بيبل لازم اكون ايه مع الناس polite يعني مؤدب polite in my زمالك is the best team in Egypt in my opinion في رأيي lines are very يلا lines are very انا هشيل المذكرة دي خالص lines are very
dangerous animals, حيوانات خطيرة. الأسود يا عم. What do you think? مل على الضوء. قول يا اسلام. Number six, what do you think? About. دايما نقول what do you think of or what do you think about. You must work hard to letter B, achieve. لازم تعمل بجد عشان تحقق your goals, أهدافك. Means able to cause harm. طيب able to cause harm يعني يسبب ضرر. فده ايه؟ dangerous, خطير. الحاجات دي في الديفينيشنز والله ما بتذكروا. The bridge has a floor so you can. تقولت هذا ايه؟ glass floor so you can see the river under your feet. ايوه glass floor يعني ارضية ازاز عشان كده بتشوف تحت رجليه. Mountain is a very dangerous sport. يلا يا رغم. Number 10, mountain climbing, تسلق الجبال. The opposite of agree. يا فجر. عكس agree. بين خالص يعني. Agree عكسها disagree. يوافق ولا يوافق. I'm A of my father. I'm proud. أنا فخور. The opposite of expensive. يا سيد. عكس expensive. Cheap. Yes. Yes. غالي رخيص. Slab. Many people enjoy across the bridge. بيحبوا يتمشوا عبر الكوبري. الجسر. Football is the most. قنقلي يعني قذر وحش. Popular. هي اللعبة الشعبية. الأكثر شعبية. The most popular. I think the A, عمر, sport in mount is mount is mountain climbing. أيوه, the most dangerous, الأكثر خطورة. Cairo is the city in Egypt. The صفة EST, the biggest, the world's number three, the world's widest. Bravo, the world's widest suspension bridge. أعرض كوبري معلق في العالم او اوسع كوبري معلق في العالم is called the Tahya Masri Bridge. I think social studies is لا more difficult. دي لو بنقارن بين اتنين. لا يا حبيبي في ذا تبقى اسمها the world's widest مش the world's the widest. لا اسمها the world's widest. I think social studies is أيوة نقول إيه the most difficult subject. The space land animal is Etruscan shrew. Mean. Letter C the. ما نركز شوية. The دي بيجي معاه إيه. The smallest land animal يعني أصغر حيوان is Etruscan shrew. I think math is than science. Easier. Yes, عشان بنقارن بين اتنين. Whales are animals in the world. بص في الجملة شوف هل دي مقارنة بين اتنين؟ هل هي تفضيل واحد على مجموعة؟ طالما قال لك in the world يبقى في العالم كله. يبقى the biggest. Which subject is difficult? English or science? يبقى هنا بين اتنين يبقى تقول ايه؟ More. On Saturdays, the market is than on Fridays. Quieter. عشان بنقارن بين اتنين. Nihad is the sitting in the class. Best. صح. ذا يبقى الصفة أخرها ST سواء طويلة أو قصيرة. My father is the person in our family. أيوة. The oldest. برافو عشان ذي يبقى oldest. Cairo is one of cities in Africa. Cairo is one of the biggest. Yes, واحدة من أكبر المدن في أفريقيا. The pyramids are one of the most popular places for tourists. A lion is than a horse. A lion is stronger. عشان بنقارن بين اتنين. أقوى من الhorse. The Nile is longer than any other river in the world.
What is the better book? The best book. صح. برافو. يلا عم. In my opinion, في رأيي, history is most interesting subject. ما بنقارنش بين اثنين. هو بيقول ان هو الاكثر. تبقى اسمها the most. Tennis is least dangerous than football. بنقارن بين اثنين. يبقى ايما نحط مور يا ايما نحط less. More than, اكتر من. Less than, اقل من. رغب. Girls are quiet than boys. بنقارن بين البنات والولاد يبقى quieter. بنقارن بين اثنين تبقى تحط ER للصفة القصير. حتى لو مليون هم في الاخر اثنين, مش لازم يبقوا اثنين واحد قصاد واحد, مجموعة قصاد مجموعة عادي. Insects are the most. The bigger place. أيوة كده, أيوة كده. The biggest place. مش عايز غلطات تاني بقى. She's the tallest. Mountain climbing is difficult than tennis. أيوة, more difficult. برافو. I think motor bikes. خلي بالك. Number 9. هنا بيقارن بين motor bikes و bikes. يبقى نقول هنا more dangerous than. More dangerous than. The local markets are the noisiest. I think going to the museum is the good place. The best place. أيوة. هنا من دوره. يلا رغد. عمرو دياب is the famous singer in Egypt. لا دي صفة طويلة. مش بنقارن بينه وبين حد. ده هو الأكثر شهر. يبقى the most famous. الأكثر شهر. What's the more difficult subject? The most difficult subject. How much people help to build the bridge? Many. لأني people جمع يبقى how many. The Nile is longer river in the world. The longest. Ramses is the biggest in the museum. Statue. هو الأكبر. التمثال الأكبر. The Grand Egyptian Museum. Its first visitor in 2019. Welcome. رحب بأول زواره في 2019. The Grand Egyptian Museum has more. المتحف الجديد في more space. في مساحة أكتر for valuable objects, للحاجات القيمة. One of the most beautiful parts of the museum is the entrance. The entrance. برافو. المدخل. The entrance. هو أنا سمعتها بـ entrance, المدخل. There are lots of objects in the museum. Valuable, yes. Valuable objects, يعني أشياء قيمة. Habu temple has similar to those at Karnak. في columns, في عمدان, أعمدة تشبه التي في معبد الكرنك. Columns يعني أعمدة. The hypostyle هال, قاعة الأعمدة العظيمة. The Hypostyle Hall. There were more than 160,000 of Egypt's most valuable treasures. Yes, من الكنوز on display, يعني معروضة. I, 2 hours in Al-Azhar Park. I eh? Spent, yes, قضيت ساعتين في Al-Azhar Park. There are a lot of clothes on display, يعني معروضة. Is a period of 100 years. أيوة, century. القرن 100 سنة. My favorite is Dr. عمر خال. Is Dr. أحمد خالد توفيق. ده كاتب. دكتور خالد أحمد خالد توفيق ده إيه؟ كاتب. يبقى الكاتب اسمه إيه؟ writer. My grandfather always gives me valuable advice. بيديني نصيحة قيمة. Is the opposite of famous.
unknown يعني غير معروف, famous مشهور, مشهور عكسها unknown يعني غير معروف. The ancient Egyptians used hieroglyphs language. Yes. يلا نمشي شوية في unit 9. In Dahab we are going to go in the mountains. Go trekking يعني نروح جولات تمشية. ألا diving last year. Went diving. Yes, الرياضات اللي آخرها ing بناخد لها go والماضي went. تمام. الرياضات اللي فيها كورة ناخد لها ايه؟ play football, play tennis, play basketball. الرياضات اللي عنيفة ناخد لها do kung fu, do judo. Yes. ها يلا. When we go camping we usually sleep in tent, بنام في خيمة. That is going to take 80 days. يا راجل دي رحلة جوية دي. Journey دي الرحلة الطويلة دي هي اللي بتاخد 80 days. Trip يعني رحلة قصيرة. Journey رحلة طويلة. Flight رحلة جوية. Picnic نزهة خلوية. وعندي voyage رحلة بحرية. Voyage رحلة بحرية. I love because I'm good at swimming underwater. مين؟ دايفنج الغطس عشان تحت الماء. You need a boat and some wind to go. محتاج ماء قارب وشوية هواء عشان wind surfing اللي هي ركوب الأمواج, بتحتاج هواء ومركب. Wind surfing. I don't want to have adventure on holiday. مش عايز أقوم بمغامرة. I want to sleep by a pool. عايز انام جنب حمام السباحة. I love going to go down rivers. It's usually very quiet. Kayaking. طالما احنا في الريفر في نهر يبقى ايه؟ Kayaking. Kayaking is a sport. Water sport. رياضة مائية. My sister likes the sea. So she would like to try تريكينج. ده ماشي على الرجلين يا راجل. ده الحبال. سيلينج. طالما بحر يبقى سيلينج ابحار. In the desert we need to help us find the way and a camel to carry our food and water. محتاجين جايد مرشد في الصحراء. They took 4 days to cross the desert. It was a difficult. يا عم حرام عليك, وخدوا 4 أيام في الصحراء يبقى دي رحلة طويلة. Journey. We can't go today because there is no wind. Wind الرياح دي متعلقة بمين على طول؟ Wind surfing اللي هي ركوب الأمواج. Is a mountain sport. Mountain sport. Rock climbing دي رياضة جبلية. We went to Siwa and stayed with سيد في سيوة. هنقعد مع عائلات ايه؟ بدوين. يس. It's cloudy. It is going to rain. سوف تمطر. Going to travel home by bus after school. ده سؤال. Are you? لان الفعل في ing يبقى لازم am is are. برافو. You didn't clean your room. When to clean it. متى سوف تنظف. انت عم. When are you going to clean it? I going to go diving. I am going to go diving. I'm going to Sinai. انت عرب. I'm going to number 5. Visit. Going to المصدر. سوف يزور. Is she going to go. برافو عليك. اللي هي سوف تذهب في the good trekking this afternoon. ها للتمشية. Is Reem going to go. بس going to المصدر. No I. No I am not. I walk home. I am going to. أنا سوف walk home. أمشي للمنزل. What are you going to. Going to المصدر.
What are you going to wear? ماذا سوف ترتد? Who cook your meal this evening? Bravo. Who is going to cook? من سوف يطبخ? What you going to do next Saturday? في خلي بالك الفعل في ing يبقى لازم am is are. You هتاخد مين? Are. What are you going to do next Sunday? Next Saturday. Tomorrow she is going. بس عشان بعديها to المصدر. What are you? We are across Sinai. هنا ما ينفعش going to يا شباب. احنا عمالين نختار going to بقالنا ساعة. بس هنا ما ينفعش going to. ليه؟ لان مفيش فعل. going to دي عشان احنا نعملها سوف لازم يبقى عندها فعل. بس هنا مفيش فعل. يبقى we are going across Sinai. احنا سوف نذهب عبر سيناء. لكن going to دي عشان تبقى سوف لازم يبقى بعدها مصدر. are you going to? هي دي بقى going to اللي بعدها المصدر. are you going to ايه? to play. the journey going to start in May. سيد. It's going to start. I'm going to. Buy. مصدر. It's cloudy. It will rain. It's إبا. لا. سوف تمطر. It is going to rain. What are you going to? Where? مصدر. بعد going to. ركان are going to go trekking. ركان ده واحد. يبقى is. رحاب going to phone. حظك في رحاب اهو. is going to. رحاب مفرد. is she going? going to المصدر يبقى going to try. they are going to sleep. going to المصدر. what he is نخليها ايه? is he. what is he going to عشان السؤال بنقلب فيه كده. are you going to do your homework last evening? going to يعني سوف يبقى لسه في المستقبل يبقى نستخدم لها كلمة ايه? next. برافو عليك. we are going to try windsurfing. سوف يبقى امتى? tomorrow. في المستقبل future. what is you? يبقى what are you? is he going? am is are يبقى ing. you are going to رغد. we are going to visit. going to المصدر. you are going to go diving in دهب. ده سؤال يبقى نخليها ايه? are you. مين اللي بيقول مش سؤال? خد دول هم مركبة بقيت اليونت دي وانا هراجعهم معاك المرة الجاية ان شاء الله. عايزين نخلص المذكرة المرة الجاية محدش محدش يغيب ومحدش ينسى المذكرتين الاثنين بتوع المراجعة. يعني احنا لسه عندنا يوم الثلاث حصة. تمام? يوم السبت بتاع العيد اجازة. الثلاث اللي بعده شغالين. Thank you.